خطاط لكل اللعبات واليد والطايره والدوري العام لكره القدم. تعالوا نروح نشوف صوت وصوره لقطات. احنا هنعلق عليه. ده 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 طبعا احمد الاحمر بمناسبه ما انت كنت بتقول يا كابتن مصطفى. لا حاجه وطبعا سوبر. ده نهائي دوري اليد لنادي الزمالك والكؤوس اللي امام حضراتكم. وولادهم اهم. ده شفت. انا عايز اعرف هم هو سامحوا بوصارهم ليه ينزلوا؟ صح. ليه سامحوا؟ ده اسمه دوت احمد مجاهد سمح لهم ازاي؟ يا ده جمال. احمد دعبس اهو. احمد دعبس واحمد مرتضى منصور. واحمد مرتضى منصور. يعني لقطات لا تنسى بلا شك مع طبعا الاتحاد. عايزين نحيي برضه كابتن ايمن صلاح. عايزين نحيي احمد مرتضى منصور في مجهوده القوي اللي بيعمله في الصالات. يعني حاجه جميله بصراحه. ادي طبعا نجوم كره اليد يحيى الدرع وادي احمد دعبس بجوار وادي ده دوري الكره الطائره طبعا. ادي اللي كان في طبعا في يعني في القاهره ايضا احمد مرتضى منصور كابتن هنا حمزه الكابتن ياسر قمر كابتن علاء فهمي طبعا رئيس جهاز كره الطائره. يعني حاجه ومجهود شاق. خلي بالك هناء حمزه برضو حاجه كبيره جدا كانت في الطايره. نائب رئيس الاتحاد الكره الطايره حاليا. وكانت لعيبه نجمه كبيره. الكره الطايره. وبنتها راحت عندكم برضو يعني. مريم مصطفى برضو. أيوة. نجمه المنتخب مصر. أيوة. لا هي لسه ما راحتش لغايه دلوقتي. هي ادي طبعا امام حضراتكم. لا لسه ما ما ما, ما راحتش يا كابتن مصطفى حتى الان. وادي لقطات طبعا لا تنسى ومجهود موسم شاق طويل في كل اللعبات. طايرة ويد وكرة قدم. وادي بقى الهاند بول زي ما حضراتكم شايفين والفرحة الهستيرية. ده كان خارج مصر وطبعا كأس الكؤوس الأفريقية. وادي أحمد الأحمر وفرحة طبعا كوماندوس كرة اليد الكابتن حسام غريب كابتن أحمد العطار كابتن أحمد الأحمر يحيى الدرع نجوم كرة اليد أيضا كان لهم. ادي كاس مصر طبعا للكره الطايره. يعني حتى الصالات هو يعني واضح الفرحه الكبيره. ما شاء الله.